وللحديث عن التطورات الفلسطينية السياسية ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق. سيد محمد، مرحبا بكم. يعني بحضور القنصل الأمريكي في القدس لأعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ما الذي يمكن أن يخرج به هذا الاجتماع؟ نعم، في البداية الحديث عن هذا الاجتماع كان مقدمة لما سيتضمنه لاحقا. يعني منذ أيام كان الحديث والجدل حول ما الذي سيخرج به الاجتماع حتى فجرت قنبلة دعوة السفير، عفوا القنصل الأمريكي لهذا الاجتماع، أي أنه يقرأ المكتوب من عنوانه. هناك آراء متفرقة في هذا الجانب. الرأي الأوسع والرأي الأشمل والرأي الأكبر هو رأي الشارع الفلسطيني، ومن خلال هذا الشارع الفلسطيني وهو القاعدة الأوسع، الفصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس عندما رفضوا هذا الاجتماع بهذا الشكل، لأن الشكل يدل على المضمون. عندما يكون هذا الشكل من هذه الشخصيات الدبلوماسية وغير ذلك دون أن يكون هناك موقف جاد وحاد، فطبيعي جدا أن نرى أن الديكور بحضور حماس وغيرها من فصائل المقاومة سيكون سلبي ومحبط للشارع الفلسطيني. هناك رأي تقوده السلطة بأن محاولة إقناع المجتمع الدولي من الناحية التاريخية، خاصة أن خطاب الرئيس محمود عباس كان يتضمن حلقات تاريخية ومحطات تاريخية، كان له محاولة لأن يبقي على دور الضحية للشارع الفلسطيني بأن الفلسطينيين هم الضحية وأن الاحتلال هو الإرهاب. هذا الذي كان يحاوله، إلا أنه كما يقال يأتي في مؤخرة القصة. يعني ترامب حدد الموقف النهائي للأمريكان وقال بأن القدس عاصمة إسرائيل، وما يجري الآن من السلطة ليس مطلوب أن يعرضوا لنا فقط أنهم ضحية وأن يعرضوا لنا أنهم دبلوماسيين وأنهم أصحاب حنكة. الآن موقف واضح وحاد وصارم لأنه مس ملفا خطيرا وهو ملف القدس المحتلة. طيب سيد محمد، بعد مقاطعة حركة حماس والجهاد الإسلامي لاجتماع الليلة، هل نفهم من ذلك أن شهادة وفاة قد صدرت بالمصالحة الفلسطينية؟ لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار طبعا حتى لا يغبن حق الآخرين، بعض أمناء السر بحركة فتح قاطعوا الاجتماع، هل نفهم من ذلك أن المصالحة الفلسطينية أصبحت في مهب الريح؟ لا، دعنا نفصل ملفين مهمين في هذا الجانب. الملف الأول ملف المصالحة الفلسطينية. نحن نعلم جيدا أن المصالحة الفلسطينية للأسف في غرفة الإنعاش تنتظر قرارا خارجيا يملى على السلطة كي تعطي الحقوق لقطاع غزة، وهذا الآن تتحمل مسؤوليته السلطة الفلسطينية برئيسها السيد محمود عباس، لأن المصالحة قدمت الفصائل الفلسطينية الكثير من أجل إنجاحها، إلا أن فكرة الحصار والعقوبات على غزة ما زالت قائمة، وبالتالي المصالحة ليست بحاجة إلى شهادة وفاة من مجلس مركزي اجتمع وكان فقط لأجل القدس. المربع الثاني وهو ملف أمناء السر في حركة فتح، هذا يقودنا إلى أن حركة فتح الآن تناور، وأعتقد أنها مناورة أخيرة أمام الشارع الدولي وأمام الأمريكان، بأن السلطة ممثلة بمحمود عباس والمجلس المركزي الممد لمنظمة التحرير الممدة للسلطة، هذا الآن يقول لكم نحن نرفض فكرة القدس عاصمة إسرائيل، ولكن نرفضها سلميا. ركز في خطابه على الإرهاب، ركز في خطابه على أننا أصحاب أقوى سلميين وأننا أصحاب السلم، وفي نفس الوقت كأنها رسالة عدم مشاركة أمناء سد فتح للمجتمع الدولي والأمريكان تحديدا، لأنه لسنا من يملك قرار فتح. يعني يبدو أن فتح لديها قرار آخر، هذا المجلس المركزي منظمة التحرير، لكن فتح عندما لا يحضر عدد من أمناء السر فيها، هذا يعني أننا أمام أن حركة فتح لديها موقف. هذا ما قرأناه نعم سيد محمد بشكل
بشكل مبتدئ يعني. من الضفة الغربية الصحفي محمد القيق، شكرا جزيلا لكم.